مكة شيوخ، لكنهم شبه يركع لأي استعمار، وهي تلك القيمة لفطرة الفلسطيني بالنسبة لي كذا وعن وفاء سيرتهم بتاريخهم بلد ملايين الشهداء. نريد أن نؤثر من خلال هذا الشباب المتقد العزيمة الذي يمتلك ملكات خاصة أن نرافقه من خلال إنشاء منتدى وطني، منتدى للذاكرة الرقمية يشرف عليه شباب مقتدر، شباب متمكن في مجاله. نريد أن نرافقه من خلال تنصيب اليوم الذي أشرفنا من خلال هذا اللقاء اليوم، تنصيب الرسمي لهذا المنتدى بالمركز الوطني للمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير في هذا الفضاء العلمي، حتى تكون فيه تنشئة حقيقية، مرافقة حقيقية من مختلف الجوانب، تسخير فضاءات، تسخير أطر علمية وأكاديمية، حتى يكون لمجال صناع المحتوى والمؤثرين مجال خصب لأول صناعة محتوى يرقى إلى مستوى تاريخ الجزائر العظيم.